السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة نجيت ولا دخلتكم علينا وبارك الله فيكم. واحد واحد فيما كنتم داخل وخارج الوطن الحبيب، من وجدة حتى للصويرة ومن طنجة للقويرة وجميع بقاع العالم والكرة الأرضية. كما راكم تشوفوا هانتوما راه الطريق راه خاوية، شتوها تبارك الله ما شاء الله. إذن كل شي فين مشاو الناس مشات تعيد، عيدكم مبروك إلا العمال الأقوياء الأشداء مازال حاضرين معنا هنا رغم العيد. ما كيعرفوهم ولا عيد لا والو، كيعرفوهم غير الخدمة والترافاي، ملتزمون بوقت، ملتزمون بتحطيم الرقم القياسي. وفعلا 14 متر على 14 متر هي شحال؟ هي 28 متر. 28 متر مضروبة في شحال؟ في 4. عندك 4، أربعة مشات لينا من لي 4 و4 هي 8، قول حيت الدوبل 3، عندك 3 كيلومتر نديرو نديرو 3، عندك 3 كيلومتر و3 كيلومتر هي 6، 6 هانتوما 6 كيلومتر و6 كيلومتر غادي تضربوا علينا في شحال؟ غادي تضربوا علينا حيت الطريق 6، هذيك 3 و3 6 في 14، مشات من لي حتى لي 14 و14 هي 28 متر. تعاودات كاملة تحفرات وتسلسلت وتحيد داكشي القديم ودكات من أزيرو. ويد شحال دابا غاديين في 28 يوم؟ 28 يوم، 29 نهار كان عندهم ديال سميتو الماتريال، هي 29 يوم. حنا شادين معكم الحساب الجي تي ار، اذا الجي تي ار كتحطم الرقم القياسي. كاين شي 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 شوارع وشي شي شي طرقان راه مازال ما كملوش، بدات جي تي ار قبل منهم وسالت. تحيه للجي تي ار وتحيه للسرعه وتحيه للاتقان وتحيه للمختبر اللي كيجي ياخذ العينات ديالو. شفتوهم كل مره كاين العينات. اخواني اخواتي العمليه ديال التشوير راه كملات لينا امتى؟ البارح. الدراري ديال البيطون هما راه بقاو غاديين خدامين حتى لين حتى اللي راه مازال شي غيتنيطوي، لان كانت البارح عندهم هنايا، حيت البارح ملي صورت لكم الفيديو صورت لكم من اللي جايين نيطويج كينقيو 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 كينقيو. وهي العمليه ديال التنقيه راه سالات مشات لي. اشنو غيبقى؟ تبقى العمليه ديال البستانه والتنقيه من الجهه الاخرى اللي من لي دار شي كورشي مازال غيتنقى وغادي يتريقل وغادي نصور لكم. غيتابعوا معنا حاجه بحاجه. ثاني حاجه اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، العمليه ديال التشوير، العمليه ديال التشوير هي رسالات هيا شو فوالا. اذا الطريق اللي كانت كتدي لينا وتجيب لينا هذيك هما يقلبوها لهنايا، ولات عندنا هذه هي اللي كتدي وكتجيب. اذا اخواني اخواتي كما راكم تشوفوا اشنو كاين عندنا العمليه ديال التشوير. شوف كيجيبوا واحد القنب، واحد كيمشي من لي واحد من هنا وكيحط بحال هكايا ياك، بحال هكايا وكيمشي حتى لي وكيدوز واحد التيطراسي بحال هكا تيطراسي خطيط مع القنب حتى لي كيطراسي وهما غاديين. اذا شحال من هنا حتى لي 3 كيلومتر هدف بحال دابا قلتي 3 كيلومتر وما كيتمشاو. وهذا الخط 3 كيلومتر هي شحال؟ هي 6 و 6 و 6 هي 12، 12 كيلومتر وما تيتمشاو. عندك 3 و 3 6 و 6 و 6 هي 12 كيلومتر. هما كيزيدوا وعاود يتحناو وزيدوا يتحناو ويزيدوا وعاودتي يجيو عند البليكه بحال هكايا، عاود يتحضروا ويحطوا الماتريال وعاود يتراسيو ويمشيو حتى لي. فهمتوا دابا العمليه كيفاش كتم؟ راه شفتهم انايا راه باز لهم. وعاد كيجيبوا ديك العجيبه ديالهم انا سيدي عليك اللي كتلقى ديك الرياح، كتدفع ديك الرياح هذيك. دابا ما بغات حتى واحد من الدراري يقول لنا سميتها، غنسميوها الفشفاشه. كيجيبوا سيدي عليك هذيك الاله العجيبه. دابا عندنا الاله العجيبه هذيك، كنبقى نقول الاله العجيبه الاله العجيبه تحفظوا. انا قال لك سميتها راه الرابوز طوز، الرابوطوز بحال هكا دايره. ومرحبا بكم في قناه انا جيت ولله خدكم علينا وبارك الله فيكم. ورغم اسمع لي يا سيدي، رغم العيد وما راه كلشي هما الدراري خدامين تبارك الله ما شاء الله. شي اللي كيعجبني انا في الدراري صافي عندهم الخدمه، عندهم الخدمه، عندهم التزامات، عندهم التزامات، صافي هادشي اللي كاين. اذا اخواني اخواتي هما راكم تشوفوا، اذا مرحبا بكم ولله خدكم علينا وبارك الله فيكم. وهي الاشغال غاديه عن قدم وساق، وهي عمليه التسويه. العمليه ديال التسويه كتم على جيج، يا اما كتم بهاد الاله ديال 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 هاد الاله ديال النيفلوز ياك. حيت دابا علاش كنقول لكم ودي بعدو منها؟ راه كاين مولف، حيت هو دابا راه مولف كيخدم غير بوحدو بحال هكا في الشوانط، ومني تبان لكم بحال الاله مثلا في الطريق الرئيسيه بعدو منها. راه مول شوف شوف راه شوف
راه حيت مولاه موالف كيسوق بوحدو هو بحال هكا في الخلاوات وغا ترونكين ما يقرب لي حد حيد يد صغير ما يقرب. هذاني اخواني اخواتي راكم عرفتوا شنو كاين هما الدراري ديال المراقبه وما كاين غير الله يعطيك صحتك. اذاني اخواني اخواتي نكتفي بهذا القدر، دمتم في رعايه الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وراه ما كاين غير الله الوطن الملك. وانا مشيت اخوتي، السلام عليكم.